صباح الخير لكل مشاهدي الام تي في. ضيفتنا اليوم كانيا هي من نوع الكلاب اللي عليهم اكثر شيء جدل بيصير، رح نحكي اكثر عنها مع حلمي. اهلا وسهلا فيك حلمي. كانيا عندك لها تقريبا كم سنه؟ تقريبا حيصير لها شيء 5 سنين هلا. وجبتها بابي؟ جبتها بابي، ايه، كان عمرها شيء شهرين تقريبا. عم نحكي اليوم عن الامريكان بيتبول تيرير، هالكلب يلي كتار من الأشخاص بيعتبرون شرسين كتير، بيعتبرون خطر يكونوا موجودين. حتى وقت قررنا أنه بدنا نحكي على طول، وقت منقول ببتس بدنا نحكي عن الفوتبول، كل العالم بتعطي الهام الكلب. الواضح أنه كانيا كتير مهضومة وكتير رائعة. رح نحكي عن كاركتر، عن تاريخ الكلب، وخلال الحلقة بتخبرنا كيف ممكن البيتبول يطلع هالقد مهضوم ورايق، أو يطلع الكلب الشرس اللي ممنوع بكتير من البلدان وعطول مسوق أنه هو كلب ما بيسوى نعيشه معنا بالبيت. إذا بقى نحكي عن تاريخهم للأمريكان بيتبول، هل هن من أمريكا ولا بس هيدا الاسم؟ هلأ هن حسب ما بعرف أنا بلشوا ببريطانيا، ايرلند وانجلند وهالدول هولي، كانوا عم بيربون هن وعم بيمرنون ليكونوا كلاب مزرعة. نعم. مزرعة وبيحموا العائلة مع الأولاد ومع هيدا. بعدين رجعوا انتقلوا على أمريكا، وهنيك بأمريكا بعد فترة طلع عليهم الصيت هيدا. اكتسبوا الأمريكان بيتبول. كلمة بيتبول هي بتوصف بتصور أكثر شو هن، لين عملوا الكلاب، يعني كابيت اللي هي الحفرة اللي بينعمل فيها، وبول اللي هو اللي نعرف على طول فيه الدوغ فايتس، أو الكلاب لما بيحطون بفايتس مقابل بعض. البيتبول هن أكثر كلاب بيعملوا هال، انفورشنتلي من زمان كانت سبورتس، اليوم صارت شيء الليجل وغير شرعي إنه ينعمل بين الكلاب هالفايتس. إذا بدنا نحكي عن كاركتيرهم شوي، اللقب والاسم بخوف، ولكن بالفعل الكاركتير كيف؟ هلا هو ليك أنا حسب ما بعرف، يعني اللي بشوفه على اليوتيوب دائما، وحسب هي ما بشوفها، يعني ما بعرف شو الترم بالعربي، إنه they're considered goofy dogs، عرفتي؟ يعني كثير هبولين، ما بعرف شو الكلمة المنيحة اللي بدي أقولها عنهم. كثير بحبوا يلعبوا، كثير بحبوا يحركشوا بالعالم ويلا لعبوني وهيك، بس منهم ما عندهم هاي الاجريسفنس، يعني خاصة على الأولاد. أنا بعرف من كلبتي كثير أولاد بالحي عنا بيطلعوا لعنا على البيت بس كرمال يلعبوا معها، عرفتي؟ مع كلاب صغار منهم هيك، مع كانيا هيك. هلا هي اذا يمكن السبب بيعود للجسم تبع هالكلب. بالاساس بالتاريخ اذا بنقرا عنهم الجسم تبعهم كيف، هل هو جسم يعد، بنسمع كثير انه البيتبول اذا عاد ما بفلت، البيتبول عنده قوه غير كلاب ما عندهم. صح، هلا هن عندهم اصلا قوه، عندهم كتله عضليه كثير قويه، وعندهم الحنك تبعهم معمول بطريقه لحتى كثير بيشد لما يسكر. سو هذا اللي خلى العالم بعد فترة يصيروا يستعملوا هذا الشيء لحتى يحطوهم بفايتس ويحطوهم ب، يعني باختصار الجسم تبع البيتبول مساعده لانه مساعد ليطلع عليه هذا الصيت. بس هو بالفعل اذا بنحنا بنتعامل معه بالطريقه المضبوطه الكلب ابدا، يعني مثل ما انك شايف انه هلا باستوديو كثير لعبت العالم وهيك، يعني نحن كثير مغنجينها بالبيت، عرفتي؟ لانه كل الوقت مع امي وبي، انه مش رح يعلموها على الفايتات امي وبي، عرفتي؟ يمكن مع حدا ثاني، لو كانت مع حدا ثاني كلبتي كان صار غير شيء معها. هلا اذا في اشخاص عم بيحضرونا اليوم ونحن كمان هلا في اول فيديو بدي انه يقطع معنا، بيحكي عن شوي قديش ممنوعين بعدد من البلدان، الواضح من حديثك انه نحن كيف بنعامل هالكلب، نتيجه الكلب رح تكون عندنا. بده يطلع الكلب. اذا بدنا نحكي شوي عن قبل ما نشوف الفيديو الاكزرسايز، هل هو كلب بحاجه كثير انه ندخله؟ هو الكلب هيدا ايه، لانه في عندهم كثير عضل وذير سوبر هايبر، مفروض تضلك اون ديلي بيسس تعملينهم اكزرسايزز، يعني اول شيء بيروقوا شوي، عرفتي؟ ما بيعودوا هايبر كتير بالبيت، سو بيركضوا كتير، بيتعبوا، بيكونوا اروق بالبيت، اروق مع العالم وهيك. وتقريبا قديش بتضهرها بالنهار؟ يعني هي تقريبا انا عندي بالبيت مش ما عندها فيكس تايمينج، يعني أوكي. مرات الصبح، ظهر، عشي، يمكن تطلع 4 مرات بالنهار. نعم. اون افريج تقريبا بتظهر يمكن مرتين، نص ساعه نص ساعه او ساعه ساعه. يعني عم نحكي عن التزام تقريبا ساعه بالنهار. لا لا، في التزام، لا التزام مفروض نكون ملتزمين، وخصوصا معهم، وكثير بدهم تريننج، لانه كلاب
تعتبر فيري اثليتيك وبدك تروقيها شوي، مفروض يكون في كتير ديسيبلين، كتير اكسرسايز مثل ما قلت لك لحتى يروقوا شوي ما يضلون. يعني اذا نحن من الاشخاص اللي بدنا نجيب، هلا عم تستكشف الاستوديو وعم تشدني، اذا نحن من الاشخاص اللي اول مره بركي منجيب كلب وما عندنا هالقد وقت نقدر نعطيه للكلب، منه هيدا الكلب الاحسن شيء نقي، لازم نقي يمكن كلب ديماندينج اقل من هيك، طلباته اقل من البيتبول. ليكي ما بعرف، يعني انا بعرف كلبتي لما كنت ساكن لوحدي كانت تبقى كثير ساعات لوحدها، هلا مرات كنت حط معها غير كلب كمان. نعم اوكي، بس نتركها كثير ساعات، اوقات كنا بالزمانات بالبيت وما ما تعمل شيء، يعني نرجع نلاقيها رايقه وهيك، بس خلص اول ما تشوفنا بدها تقوم وبدها تبلش تلعب. بدها وقتها، بدها وقتها. ايه هلا بينتركوا لوحدهم، انا مع الاكسبيرينس مع كانيا بتصور ايه فيهم ينتركوا، هلا ما بعرف مع غير ناس اذا البيتبول بينتركوا، يعني ما مش انا الشخص الصح لقلك اذا ايه. انت طبعا هون عم تحكي عن كانيا، يعني عم بحكي عن كلبتي انا، بس هو بالاجمال نحن عم نقول انه الكلب ما بحب يبقى كثير وقت لحاله، هن اجمالا حيلا كلب مش حرام يعني، مش بس اذا رجعنا اعطيناه اللي عايزه باخر النهار وظهرناه وخليناه سوشيالايز، بتصور الكلب بيكون مرتاح. نحن قبل ما نكفي رح نشوف اول فيديو معنا بيحكي في طبيبة اللي هو بالانجليزي، رح نرجع نترجم من بعده، طبيبة رح تفسر شوي عن هاللغط او الجدل اللي بيصير على البيتبولز، هن كلب بيخلق شرس ولا بيصير شرس حسب نحن كيف بنربي. خلينا نسمع سوا. The American Pit Bull Terrier definitely has a bad rap. They've been banned in Denver and parts of Florida, grounded on certain airlines. Over 500 cities have strict pit bull restrictions. And they are banned in the countries of Great Britain and New Zealand. It is the way they are raised that turns them out to be aggressive towards people. However, make no mistake, this dog can snap. And it has snapped, and that is why it is not the dog for everyone. There are terrible incidents. مثل ما سمعنا بالفيديو عم بيقولوا هالكلب منه كلب لحيلا انسان. الواضح انه هن كلاب فيهم يعدوا، فيهم يأذوا، ولكن ما بيخلقوا هيك. شفنا كمان بالريبورت اللي قطع انه بكذا بلد ممنوعين، بستيتس معينين بامريكا ممنوعين، وهيدا سبب بيعود لاكسيدنت صارت مع نوع هالكلاب. حتى بلبنان في عنا كذا حادثه صارت مع نوع هالكلاب. ولكن الشيء الملفت، وهون انا بهمني رايك فيه اللي قالته الحكيمه، انه هيدا شيء نحن بنحطه بالكلب. اليوم قديش انت خليت كانيا تشوف بركي تو سوشيالايز، يعني تشوف كلاب، تشوف عالم عن صغر، هل هالشيء بلشته من اول ما كانت بابي عندك يما لما كبرت؟ كيف صارت؟ لانه كثير من الاشخاص بحبوا يكون عندهم بيتبول، بخافوا يكون عندهم بيتبول لانه بخافوا على اولادهم او بخافوا على حالهم، واليوم عندنا اكزامبل كثير مزبوط، سو نحن بهمنا خبرتك حتى الاشخاص اللي حابين يكون عندهم بيتبول بركي يستعينوا بالخبره اللي عندك اياها ليقدروا يربوا كلب هالقد رايق بالوقت اللي عنده قدره انه يكون مأذي. اوكي، هو مزبوط مثل ما كنت عم تقولي، يعني البيتبول حسب ما انا عرفت من اول ما جبتها كثير مفروض يعملوا سوشيالايزنج مع العالم ومع غير كلاب، يعني كل ما بلش على العمر كثير بكير بيطلعوا كلاب سوبر فريندلي، يعني مع غير ناس، مع اولاد، يعني هن اصلا خلقوا الكلاب لحتى يكونوا مع الاولاد. سو اذا كلب عم بينحط مع ولد، يعني خلص في ينحط مع حيلا شخص كبير او صغير او غير حيوان او بيتعود. أوكي. بيتعود، يعني هو حسب كيف بتعوديه، كيف الجو بالبيت بده يطلع الكلب، اذا في جو مش مزبوط بالبيت او بالمزرعه او وات ايفر بده يطلع الكلب شرس. عم نشوف نحن هون لسوء الحظ صوره كلب، هيدا الكلب كان معرض بيشارك بالدوغ فايتس، وعم نشوف نتيجه الدوغ فايتس هالكلاب يلي انفورشنتلي اليوم هون عم نشوفه مع ولد قديش فيه يكون مهضوم وحنون، ولكن نحن اوقات بسوء المعامله بنوصلهم للدوغ فايت اللي بينتج عنه هالكلب اللي شفناه اللي شكله كثير مزعج وبيلوي القلب. صح، يعني هي كمان حسب ما بعرف انا بامريكا، قلت لك يعني من بعد ما طلعوا من جريت بريتن اخذوهم على امريكا، اللي طلع عليهم الصيت عاده هن المناطق الجاتو، وين في عصابات، وين في هيدا، هن بلشوا يقنوا بيتبول، صاروا يعطون ستيرويدز يمرنون لحتى يحطوا اوزان عليهم، جنازير كثير ثقيله لحتى يقووا، لحتى يشرسوا، يضربوا فيهم. ف
من وراء المنطقة اللي كانوا عايشين فيها والطريقة اللي عم بيتربوا فيها طلعوا وطلع عليهم الصيت هيدا انه كلاب للمشاكل وكلاب للفايتس وللهيدا. عم نشوف بالصور اللي عم تقطع معنا على طول في التشديد على قصة قديش هن كلاب فيهم يكونوا حنونين ومهضومين وذكية، ويمكن هيدا الشيء بخلي قد ما الكلب اليوم ذكي في عنده هالادابتيشن انه اذا الكلب موجود ببيئه جيده رح يطلع هالكلب اللي بيفهم ومهضوم ولذيذ، واذا موجود ببيئه سيئه لانه جسمه هالقد قوي فيه يكون كلب شرس. شغله ملفته اللي هي بيقولوا عنه كلب عنيد. هلا بنرجع هالصوره لانه كثير مهضومه وملفته اجمالا، وفي ستادي الكلاب وخاصه مثل التشيواواز بيعدوا أكثر من الكلاب مثل البيتبول. صح. بس الشغلة اللي بتفرق هون هي الحجم يمكن. Exactly. فإذا عنا بيتبول عاد أكيد رح تكون أذيته كتير كبيرة. صح. إذا عنا تشيواوا أصلا حتى إذا بتشوف الكلاب الكبيرة عادة كتير فرندلي أكثر، يعني بيلعبوا مع العالم، مش بس بيتبولز عم بحكي، حتى الكلاب اللي أكبر من البيتبولز كتير هينة تقرب عليهم تلعبيهم. الكلب الصغير بدك تعطي هم ما بتعرفي أي متى بينط وبده يعض وبيصير بيعوب بشكل كتير كثير قوي. شغلة كمان قطعت بالسلايدز، مزبوط كلب البيتبول هو كلب عنيد؟ عنيد؟ هلا كلبتي عنيدة ايه، مش خلص اللي براسها بدها تعمله ما بعرف، يمكن هل هالشي بخلي التريننج تبع البيتبول يكون صعب ولا الذكاء بيعوض على العناد اللي عندهم؟ هن كلاب اذكياء بس منن اذكى كلاب بالعالم يمكن، اوكي؟ هلا تمرينهم منه صعب. كل كلب اذا مبلش تريننج من هو صغير، هين تمرنيه. نعم. اوكي؟ البيتبولز مثل اي كلب ثاني، يعني بتعلميه ما يكون كثير عنيد، بيكون ديسيبلين، بيتعلم كثير بسرعه، عرفتي؟ نعم. اذا تعلم على العناد من هو صغير وخلص شغلته بده اياه وخلصت، بدها تكبر معه. هالكلب الحلو يلي حكينا عنه يلي فيه يكون كتير مهضوم وذكي وفيه يكون كتير شرس، كتير من الأشخاص مصرين إنه يكون كلب شرس. في عنا فيديو تاني رح ناخد شقفة كتير قصيرة منه يلي بفرجي قديش هالكلب اللي بخوف فيه يكون كتير مهضوم، فيه كتير يكون كتير ناعم مع الأطفال. منرجع منجدد ومنقول إنه نحنا كيف منعامل الكلب، الكلب رح يعطينا النتيجة ذاتها. إذا كنا معه رايقين وحنونين رح يكون هو مثل ما رح نشوف سوا بهيدا الفيديو. بعد هالفيديو اللي حضرناه حلمي سوا، بعد الدنب تبع كانيا اللي ما وقف كل الحلقه، بتمنى اول شيء بدي اشكرك وبدي اشكر كانيا، وبتمنى انه المشاهدين يكونوا اخذوا الفكره اللي لازم تكون ماخوذه عن البيتبول، عن البيتبول وغير كلاب. بالنهايه مثل ما انت قلت الكلب كيف نحن بنعامله. ميرسي كثير لك. ميرسي لك جيسي، وان شاء الله على طول بنشوف اشخاص مثلك عندهم بيتبول عم بيعملوه بالطريقه المناسبه ليكون كلب خارج يعيش معنا بالمجتمع وما يكون بشكل خطر على ولا فرد بالمجتمع. هيدا مشاهدينا كان كل شيء اليوم ببيتس، اما هلا فرح ننتقل عن تينا لنشوف شو عم بتحضر بالمطبخ. شو هالكانيا هيدي يا جيسي؟ شفتي شو مهضومه؟ مهضومه كثير، مثل ما قلتي مثل ما نحن بنعامل الحيوان بيعاملنا، فما لازم نخاف.
100%. وانت شفت كمان قديش كان سوشيال مع كل الاشخاص بالاستوديو، يمكن من اهضم الكلاب واكثر الكلاب سوشيال اللي اجوا يعني لعنا. اول ما فتت هيك عم بعيط لك كان بدها تهجم بس انت حملتيها. شو عنا اليوم بالكيتشن؟ اليوم معي شقة العزار، ومثل العاده اكيد عم نعمل شيء حلو، فراح نحضر سوا شعيبيات. يمي يس. اوكي جريت، لكن انا رح ارجع لعندك بركي بدوق الشعيبيات، لكن مشاهدينا نحن رح ناخذ وقت كثير قصيره وبنرجع عند شيف شارل واتينا بالمطبخ.